اوعى تقول ده انا واحد عارفه، لا، في ناس ممكن تقابلها على باب الشقه، في ناس ممكن تنزل تقابلها على باب العماره، في ناس ممكن تقعد معاهم في كافيه، في ناس ممكن تخرج معاهم، في ناس يدخلوا الريسبشن، في ناس ممكن يدخل في الليفنج يلعب بلاي ستيشن زي ما حضرتك قلت، ايوه في واحد ممكن تستشيره، انت اختلفت مع مراتك خلاص، انت عندكم تاريخ، ولكن لا يمنع حذر من قدر، تاخد حذرك، تاخد بالاسباب. ولكن الملمح الجميل: اذ يقول لصاحبه لا تحزن. الصاحب الحقيقي في 22 يا كل اللي بيشوفونا النهارده، اللي مش هيسيبك حزين، اللي هيدعمك، اللي هيقف جنبك، اللي هيذكرك بربنا سبحانه وتعالى. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله الله. معنا. طب ربنا بقى سبحانه وتعالى لما يشوف 2 صحاب بينهم صدق وأمانة، هينزل عليهم إيه؟ السكينة والرحمة والبركة والسعادة والنجاح في العلاقة دي. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة وكلمة الله الله هي العليا. العليا، والله عزيز حكيم. الله. طيب حضرتك يعني في آخر دقيقة نصايح للزوج والزوجة، إنهم يعني هل ينفع إن هم يبقوا أصدقاء بعض ومش هيستغنوا عن صداقاتهم، بس يبقوا هم أصدقاء بعض قبل صداقات تانية؟ هو يعني أنا عاوز أقول بس قوانين حاكمة في الحياة فضل. للي بيسمعونا، لو بتحب حد ما تحملوش فوق طاقته عشان ما يهربش من تحت ايدك. بمعنى حضرتك عاوز تحافظي عليا، ما اجيش اقول لك مثلا سلفيني فلوس وانت عارفه اني ما اقدرش اسدها. ايوه، فلو اخدت مش حدي، ما انت عارفه ان انا رطراد بتكلم كتير، فما تحملنيش السر، لان لو رحت قلته هتزعلي، أيوة. فالعلاقه هتنقطع. فما تحملش حد فوق طاقته. كذلك الاصدقاء، لو انت حريص على الصديق ابعده عن بيتك. ليه؟ أيوة. لان بيتولد مشاعر انسانيه في اي وجود انساني، يعني واحنا قاعدين مع بعض كده اهوت، ممكن نستلطف بعض، نحب بعض، نتضايق من بعض، نزعل من بعض، نغير من بعض، مشاعر انسانيه. أيوة. أيوة. فما تحطش النار جنب البنزين زي ما بيقولوا. بلس ان في ناس اللي بيدخلوا البيت دول هم دول الدكاتره النفسيين الحقيقيين، السواق، الهاوس كيبنج اللي عند حضرتك في البيت، الصديق اللي داخل البيت على طول، لان شايف البروفايل النفسي بتاعك. أيوة. شايف حياتك من جوه، شايف التفاصيل، شايف حتى بتحب تسمعي ايه، بتحب لون ايه، مزاجك النفسي رايح فين، مش مجرد الخلافات. فبالتالي لو هو جمل نفسه بحيث اوجه القصور اللي موجوده قدر هو يلعب عليها، سهل جدا ان هو يستقطبك. عشان كده هوت اي حد بيسمعنا، خلي بالك من ده، وصاحب شريك الحياه هو ده الصاحب والصديق والرفيق قبل ما يكون الزوج او الزوجه او الحبيب. فقره من امتع الفقرات اللي انا عملتها، يعني الدين والدنيا مجتمعين في حل كل مشاكلنا الاجتماعيه اللي بتقابلنا. بشكر حضرتك جدا دكتور مرتضى الرهيب، بشكر حضرتك جدا يا مولانا، شرفتني وانستني، ويعني اتمنى اللقاءات دي تتكرر تاني كتير والله. اشكركم الف شكر.